التربية بي جيفز. هذه كانت أول تجربة لي فيتو في كوفي توك ولا حديث قهوي. جيتي فاسيني بالكونسيبت واليوم تعلمت برشا حاجات كيفاش معناتها نكون ان كونتاكت مع العباد والفاعلين في المجتمع المدني، كيفاش نحكوا في بروجي، كيفاش نقيموا مشكلة في المجتمع نتاعنا، وأهم حاجة كيفاش نفعلوا الحلول اللي وصلنا لهم كل اليوم مع بعضنا. وفوالا كانت تجربة جديدة وتعلمت منها برشا حكايات. محمد الراشدي عثمان مدير المدرسة الإعدادية العهد الجديد بالمطوية، اليوم حضرت مع جمعية شباب بالحدود بالمطوية يتناولوا موضوع أن الطفل في علاقته بالمحيط، موضوع كان شيق. اللي عجبني في اليوم في الموضوع حديث قهوي هو تفاعل الشباب واستيعابه ووعيه معناها بحقيقة الطفل في علاقته بالمدرسة، في علاقته بالشارع، في الطفل في محيطه الأسري. موضوع شيق جدا، تناولوا الأسباب وتناولنا الحلول الممكنة، وإن شاء الله مع بعضنا الناس الكليكة نحاولوا نصلحوا الطفل وندمجوه في المحيط الاجتماعي بتاعه والمحيط المدرسي والمحيط العائلي بصفة أولى. أنا عبد الكريم بارك من مكتب العلوم محمد عروس مطوي. اليوم سعيد ومسرور بمشاركة مجموعة من الشباب في الحوار حول مشاكل التمييز مع المؤسسة التربوية ومع مؤسسة المجتمع. مسرور باللقاء مجموعة من الشباب هذه اللي حسيتهم واعيين بالمشكل هذا، ومن خلال طرح المشكل ومن خلال الحوار بين الكلام والأولياء، وخاصة الحلول المقترحة اللي تنم على وعي كبير للشباب هذا. يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. دونك اهلا وسهلا، انا سامي اليعقوبي، كنت شاركت في الليديسيون الاولى من كوفي توك. اليوم باش نعدي المشعل للكيب في الليديسيون الثالثه، اكسبيريونس طياره، اكيب خدمه طياره على الاخر، نشجعهم باش يواصلوا. دونك موضوعنا اليوم كان العنف المسلط على التلميذ في الوسط المدرسي. تناقشنا، خرجنا برشا حلول مزيانه، ان شاء الله في القريب العاجل مع الناس اللي حضرت اللي عبروا على اعجابهم بالفكره وبالحل اللي خرجنا به، ان شاء الله باش نطبقوه في القريب العاجل. ان شاء الله بون كوراج للكيب هذه، ان شاء الله في الفينال، ان شاء الله المره هذه تيم جيمز.